يحكى أن امرأة عجوزا في جبال الأطلس الواقعة شمال إفريقيا استهانت بقوة الطبيعة. كلما انقضى شهر ديسمبر اغترت بنفسها وصارت تنسب صمودها ضد الشتاء القاسية في كل سنة إلى قوتها الخاصة، متنكرة لقوى السماء. تحدت أشد أشهر الشتاء برودة وعزمت على الخروج مع عنزاتها الصغيرات والاغتسال في النهر في عز برده وصقيعه غضب يناير، وطلب من فورار أو شهر فيفري أن يعيره ليلة ونهارا لكي يعاقب العجوز على غرورها، فكان له ذلك. جمد يناير العجوز مع عنزاتها وكسر تجبرها. يقال أن صخرة تدعى صخرة العجوز والعنزات موجودة اليوم في أعالي جبال جرجرة، لكن ورأى يناير كعيد يحتفل به كل سنة قصة أخرى تختلف عن هذه القصة الميثولوجية. هذه تانيت تشرح، في هذا الفيديو سنكتشف التقويم الفلاحي الأمازيغي وعلاقته بالتقويم اليولياني الحالي، كما سنتعرف على سبب وجود 12 شهرا في السنة وأصل السنة الكبيسة. تابعوا الفيديو. في أواخر شهر ديسمبر من كل سنة يضرب المرتفع الأزوري بعض أجزاء أوروبا وشمال إفريقيا خصوصاً، وهو نظام ضغط جوي شبه استوائي يسبب الجفاف والاستقرار على الأجواء وارتفاعاً محسوساً في درجات الحرارة، ثم يخف تدريجياً مع بدايات الشهر الأول حين يصل السحاب الممطر والمثلج من أوروبا إلى شمال إفريقيا. هنا كان الأجداد في شمال إفريقيا يحسبون له وينتظرون قدومه بفارغ الصبر لكي ترتوي الأرض، وتدريجياً اعتمدوه كبداية لتقويمهم الشمسي الفلاحي. هناك من يقول أن كلمة يناير مكونة من يان أو أون ويور، وتعني حرفياً الإقمار الأول. كانت سنة التقويم الأمازيغي مكونة من 4 فصول: أنبذو أو فصل الصيف، أميوان فصل الخريف، تاجرست فصل الشتاء، وتفسوت أو فصل الربيع، مما يعطينا سنة من 366 يوما. كان كل هذا عام 950 سنة قبل الميلاد. غير بعيد عنه في الحوض المتوسطي نجد التقويم المصري المتكون من 3 فصول: أخت أو فصل الفيضان، برت فصل الانحسار أو الشتاء، شمو أو التحاريق يصادف فصل الصيف الحار، تضاف لها أيام النسي الخمس. فأصبحت السنة المدارية المصرية تتكون من 365 يوما. هذا التقويم بطبيعة الحال يتوافق مع البيئة المصرية التي تعتمد أساسا على نهر النيل. يعتبر هذان التقويمان المصري والبربري أقرب التقاويم إلى السنة المدارية الشمسية، بينما كان التقويم الروماني القديم أو تقويم روميولوس متكونا من 10 أشهر فقط ابتداء من مارس وانتهاء في ديسمبر. تسمية الشهور اليوليانية كانت تعتمد على الدمج بين الأرقام وأسماء الآلهة والأبطال. الرقم 8 مثلا يعني باللاتينية أوكت، ومنه اشتقت العديد من الكلمات كالأوكتي، وحدة قياس المعلوماتية. هنا صرنا نعرف أصل تسمية شهر أكتوبر أو الشهر الثامن. الأمر ذاته ينطبق على نوفمبر 9 أو 9 بالفرنسية، وديسمبر 10 أو 10، وقبلهم سبتمبر. لكن كيف تغير ترتيب الأشهر وتحول هذا التقويم إلى التقويم الحالي؟ كانت السنة الرومانية متكونة من 304 أيام فقط، اضطر الملك نوما في القرن السابع قبل الميلاد إلى إضافة شهري يناير وفبراير، وأصبحت السنة تبدأ من مارس وتنتهي في فبراير، إلى أن جاء الإصلاح اليولياني سنة 46 قبل الميلاد. انتقل يوليوس قيصر إلى مصر لملاحقة أتباع بومبيوس أثناء الحرب الأهلية، وبقي هنالك في ضيافة كليوباترا السابعة ما لا يقل عن 6 أشهر، ثم انتقل إلى شمال إفريقيا سنة 47 قبل الميلاد للغرض نفسه، على أن يغادر بعد الانتصار على يوبا الأول في معركة تابسوس في أبريل عام 46 قبل الميلاد، أي أنه بقي بها أيضا ما لا يقل عن 7 أشهر. تعرف القيصر على التقويمين عن قرب، المصري الناقص بربع يوم والأمازيغي الزائد بثلاثة أرباع اليوم، لينطلق في إصلاح التقويم الروماني.
وقد تمثل هذا الإصلاح في نقطتين أساسيتين. أقر نقل بداية السنة الرومانية من شهر مارس إلى الأول من يناير من كل سنة، وكبس سنة كل 3 سنوات، أي أصبح هنالك يوم إضافي مرة كل 4 سنوات، وهو يوم شهر فبراير من السنة الكبيسة. هذه التقاويم الثلاث هي التقاويم المدارية أو الشمسية الوحيدة في منطقة البحر المتوسط، على اعتبار أن الإغريق طبقوا التقويم القمري، وهو شأن الكلدانيين والعبرانيين الذين اعتمدوا على التقويم البابلي القديم. هذا الأخير كان يضيف شهرا إضافيا للاثني عشر شهرا قمريا مرة كل 4 سنوات، لكن إسقاط هذا العد البابلي جعل شهر ربيع الأول يسافر لكل فصول السنة. كانت المعرفة البشرية فعلا تراكميا، أي أنها كانت تورث في شكل ثقافة شفهية داخل المجتمع. ورغم أن العلم صحح لنا الكثير من المفاهيم المغلوطة التي أتى بها أسلافنا كالتفسيرات الميثولوجية، إلا أننا ما زلنا نقف اليوم مبهورين ببعض تلك المعرفة القديمة، خاصة تلك المتعلقة بمعرفة الأحوال الجوية وقياس مرور الزمن. وهذا ما جعلنا نتساءل عن الكيفية التي نجح فيها البشر القدماء في وضع قياسات دقيقة دون أدوات علمية. ورغم هذا يبدو أن الطبيعة قد حتمت عليهم أن يجدوا طريقتهم الخاصة في التنبؤ بسلوكاتها الملتوية حتى يتمكنوا من تطويعها واستغلالها والاستمرار في الحياة.